السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيكي أنا أم الأربع أطفال يوتيوب، الله. وحاطة الأموال بتاعتهم. باباهم كان حاطط الأموال بتاعتهم في بنك تحت تصرف النيابة الحزبية. هي الفلوس دي حاولت أجيب بيها أصل عشان قيمتهم الشرائية ما تقلش، بس النيابة الحزبية كل ما أجيب حاجة ترفض. يعني هي رفضوا إن أنا أجيب عربية مستعملة مثلا، وهما ما يجيبوش شقة. ففي بعض ال في في معلمة قالت لي ممكن توديهم بنك إسلامي وتعملي شهادة استثمار عشان لا، قيمتهم ما تقلش. إياكي تعملي كده، إياكي تعملي كده. طب أنا طفلي يعني ولدي 7 سنين، عبال ما يطلع يستلم الفلوس دي هتكون ملهاش. ممكن أي باب آخر، شوفي قوانين الدولة تسمح بماذا وشوفي أي باب آخر. هي يعني قوانين، هو كل اللي ممكن يسمحوا لي بيه ان هم يصرفوا لي جزء كل 3 شهور، بس برضو انا كنت نفسي احافظ على قيمتهم الشرائية. يعني من انا هو قول، يعني ممكن في شقة صغيرة تضع الفلوس فيها. فكري فكري. ما هم حضرتك ما يشتروش شقة. انا فكرت ان انا اجيب عربية مستعملة ووضت لهم، هم رفضوا برضو النيابة الحزبية. يعني هم محددين الـ الاختيارات، مش انا ايوه، اللي ما استطيع اقول لك ضعيها في بنك، ما اقول لك. أنا عايز أجد حل، بس إيه يرضي ربنا وفي نفس الوقت ما هو يعني أحافظ اللي على انت فيه الشرعية. الان، انت ما عصيتش ربنا انت في شيء. هم الذين اجبروك على اخذ المال منك، حتى هناك بعد ذلك اذا اخذت حتى انت المبلغ مع الفوائد، هناك اتجاهان للفتية. الاتجاه الاول ستأخذين الفوائد لانهم الذين اجبروك على ذلك والاثم عليهم. احسن ما تدخلي انت في شهادة، اذا تورع الاولاد واغناهم الله من فضله يكون افضل. شكرا.